وسهلا بالناس الكل. نلتقي كالعادة كل خميس والسبت بين السبعة سبعة وأربعة حتى هيك شي ثمانية غدرج على قناة حنا بعض. شكرا لتفاعليتكم، شكرا للي مازال لحد اليوم يساهم في برنامج القفة ويتفرجوا كل يوم وراو متابعين أو فيه دي رياكسيون. ما شاء الله عليكم، نقدكم مقبول، ملاحظاتكم مقبولة. من توا من اليوم باش نبداو حلقات العيد، باش نحاولوا العيد قرب، عيد كبير قرب، عيد كبير برشا ناس مش قادرة تعيد ومش قادرة تضحي، باش نحاولوا نعلم الناس الكل انتوما معانا ورانا بلاش انتوما ما نجمو نعملوا حتى شيء. شكرا اللي سهلوا علاش خميس الاخر على غالب هانا رجعنا ونواصلوا حتى للعيد الكبير. انا وين بقعة نحبوها ياسر ماطر، ديما نجيو الماطر وديما ماطرية يفحمونا يفرحونا من قمة العطاء نتاعها. يلا احنا في ماطر باش نبداو كالعادة مع عدولة وحمزة زياد، نشوفوا شنو في ماطر. يلا عسلامة، عيشك يبارك لك يعطيك الخير. زياد بجنبي، يا زياد بجنبي، يا مريومة شوف عادي عادي مريومة مريومة. شو اسمك انت؟ يا ربي فضل اقولك عايشك يا ربي بارك. من الله ولد صغير حيو زميلتنا محلاه، برافو من الله جابوا عدل بالبداية. حبيبيكم الاولاد، هاي 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 اعطيه. الله يرحمها امه وابوها وحميتها الله يرحمها. قلتي يا عزيزي ولدي نسيتي نهزل 20 دينا عرضتنا سهلناها المرشي بالضبط ضعنا شويه ولدها يقولها هيا يا ما هيا وهي تسهل. يبارك لك بوس بوس يبارك لك مريم يا صحه يرحم والدي. يبارك لك يعطيك الخير انت هي المحليك عايشك. يبارك لك خونا الدجاج مرحبا قبلنا يا زمانجي. حبي حبي ولدي جهني جهني يا ابو جوز نبوز ولدي مانيش نعمل شو اسمك؟ اوه جاب لنا الصبابط يعطيك نص كل عام هكايا هذوما يبارك لكم. ايجا ايجا باش نسالك على اسمك. شو اسمك؟ ايهاب. يا ايهاب يا عبوزيل فاني سنه؟ رابعه. كملت الامتحانات ارتحنا 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 ارتحنا. كيف بنتي مع رامسه الرابعه مجاي خامسه ومعدل باهي باش يجي ولا ما تعرفش؟ باهي برافو عايشك يا اهوبا ميرسي عايش ولدي يعطيك الخير ربي يزيدك من خيره ربي ينزل القسط يبارك لك يعطيك الخير الله يرحم بيك عايشك يبارك لك. يا ولد عمو خلي يا ولد عمو فما شويه الحمل اللي قفتنا يبارك لك يعطيك الخير مرحبا بك الله يرحم الخير يعطيك الصحة. اسمعني كما تستغرب في عاد صح شوفك هذوما زاد ايش هنا ايش خلي باي باي.
يا عم العيد. الله يرحمه. جدي شكون؟ صدقة على جدي متوفي. الله يرحم جدك المتوفي. هذيك تاع صغيرات وتاع بنيات ودبر يبر يبارك لك ربي. نخبط ونبكي قول يا نهار الاتحاليه هذه هذيك كيف كيف جات باش اتحاليه. عندك صغاره؟ عندي زوج. قد شامش؟ واحده تقرا لي في الليسي وواحده تقرا لي في البكي واحده المكتب. شفتونا كيفاش نعبطوا باش كي نعبطوا نطبسوا الباب الشباك. انت ما تقتلوش هنا زين؟ شنو ظروفك؟ ما صورش وجهك. تقرا انت؟ فاني سين؟ ديتيجا نقرا تيام عام جينوفيام. ما شاء الله لبنتي ما شاء الله عام جينوفيام وصفاء القرايه. ماكش متقلقه ماكش تعاود في العوام؟ شنو ظروفك؟ تعب على الاخر. شحالي؟ تعال وصلوا ما ناكلوش معاك. تاكلوش جملة؟ شو نهار كامل ما تاكلوش؟
مرة ناكل ومرة لي فطور مثل عشاء لي ناكل عشاء فطور لي. يعني تفطروا يا تتعشوا. اللي بابا كان راقد في السبيطار عدوا مثل عدينا حكيت بريود شهر ونص بلاش تلبس بلاش ضو خاطر صار ماس وقتها في الدار ليش كنا ريقلو كل شيء كان عدوا نبقاو البر اختي صغيرة تلعب وانا نبقى داير والبر. اختك صغير منك قد عمر؟ 10. انتم زوج؟ 11. زوج 11 واحدة 11 وانا 14 وعندي اختي اكبر مني. كاش عمر ثلاثة بنات انتم؟ ايه. شو تحب شو تتمنى زين؟ لا سترة دار سترة را قلت لك شماكلة اللي هي تاكل مرة في النهار. شو اسمك انتي حتى اسمك؟ نجوى. نجوى كيفاش معايشة البنات يا نجوى؟ معايشة تما يدخلوا الحمام قول لهم اخرجوا من برا نطي حليبكم. ها قلت للحيط هذاك الكل وقت يجي يطيح. باش يقعدوا هنا فمش عارفين علاش حتى باش يقعدوا. شو داخلين يعملوا هنا؟ فرجيدار تخدم؟ اي تخدم هادي. شو فيها من داخل؟ حبت شيء فارغة من الموطة فارغة شدتها ب... اي مكسرة. شو هذي يسميها نسيت لولي فلسس قرضة. ها فيرغة فيرغة شقفة شقفة. شو هي قضيتك؟ ما عندك شيء؟ ما عندي حد شيء. حد شيء يا نجوى؟ حد شيء ما عندي. شو فطورك اليوم يا نجوى؟ اليوم فطور كسكسي مطبوخ. شو معنى كسكسي مطبوخ؟ يعني بالخضرة؟ لا لا بلاش لحم وبلاش خضرة. طب كسكسي نحط له طماطم وفلفل احمر ويتقادى كيكا يتقلى نصب الماء خليه يغلي شويه بعد كاش نرمي له الكسكسي. عسلامة. الله يهنيك. تقبلنا في دارك عم محمد. شنو الصحة عم محمد؟ نجم ندخل؟ ادخل 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 صغير بسهولة يا بيت ما قديتش. قديش عمرك عم محمد؟ والله 67. صغير يا عم محمد. ليش تحبي يا عقوب؟ عقوب ربي يديك شعب ربي. ها وبكوش. ما هون بلاصي. وقدروا ما كسبش. تخدم ما عندكش شاي ما هو رزق لا. ها ونعطوك الكرني الابيض ها والتو. والله من نورك. شنو هي؟ دقيق دقيق دقيق. الكرني الابيض ما عندكش؟ والله ما عندي التو. يعني لي شهرية؟ لي فلوس؟ كيف بنيت 10 و14 فين كانت شهر الاولى كبيره والله البيت البيت يجي ياخذوا الراس والله هم كل حد ربي دار اخرى اللي بلاش المرض ربي زي اللي يريد المرته شنو المرض اللي جاك خويا تحت بكل المي في الرواري حاجاك كلاوي فيها الحشر والوسخ وطلع شنو قلبي ضعاف يلوج على ماده صفراء في قلبي من جواش والله ما نعرف واش أميف. الدم يوصل لي 19 ويهبط ويوصل لي ما نعرفش تو في 13 ولا 14 قال لي البار تو روح هون تو شد رجلك هكا حتى ربي والسكر كل مره كيف هي تو سابوني كان تو رمزك بجيت راني كنت في بوغات كنت عندك ملي دخلت الدار تو هاك تو لقيتي لي مزلتي حطوني ها دم وخطو نبي لازم الفيزيك خذوها لي تسلموا لي ب 90000 كروها لي جبت يا بكريتار ولاد الحلال يعني ما عندي باش نجيب ابي لازم انا موجود وانا تليفون الطفل عنده ولدي تو يعطيكم عنده ولده عندي زوز ولاد مش خو مرلولة توفت خلت لي حاشات خمسة خذتني هي جابت لي زوز صغيرين صغيرين ببلاية هكا كنت قاعد واحد يجي لي برا نعملوا بنت حلال يا اخي تضحك يا نجوى ما تضحكش نعمل انا هم سماني تضحك علاش تضحك جيت انا كي قال لي ببلاي جيت هات جيتك انت كنت بحق بحق بنت البيك خديك انت هو اي لا لا مش هي انا بنت ماتر اصلا اي بنت ماتر اصلا يعني هو ما كانوش عاود يعرس ما قصدوش انت هو راهو قعد هكاك اخي والله العظيم راك قعدت هكاك لا والله بغض كيف حدك كيف خير وافقته كيف يقولوا غير معاود يا نجوى فافقوله تو فاش تحكي لا حاج كيف يقولوا معاود في الدقيقه حاج اي حجوا ان شاء الله لا معاود في الدقيقه الاخرش ما تصلحش تسمع يعني تو ما تنصحهمش يعاودوا يعرسوا لا لا خذي انس عندك صغيرات صح ولا لهم ردهم ملوك اه اللي هو راجل تو كما جاتش هذه تو تقوم بيك شكون باش يقوم بيك وقام بربي اسمع عليها واش بيني هاني لاباس
واجا بهذا كنت ما كبروا لي الاخرين خلتهم لي الاول قوموا بيك. علاش العرس كي تموت المراه بعد الشر عن النساء الكل وبعد الشر على العيال الكل وان شاء الله الناس الكل تعيشوا في امان وفي صحه وعافيه. صلي على النبي كي تدوري هاي جابت لك الزنايات في الشوارع تاع بوكاتفه وفي بنزرت وكون ندور في مازبرقاو وكون ندور في تونس بنويت كل ورد اللطف عليه ربي حسن بنيتي كيف بالريقان ما شاء الله. دارت الدنيا عم خلص السيد الأصغر السيد الأصغر نايل برنير هو واحد بتاعنيش وربي عايت السيد الأصغر هاي الناس كنت شهد بيه هني 20 بطيم بتاع الكومبلكس هاي اللي دار المدير 20 بطيم في 1500 متر البطيم في 20 انت تبني فيهم كمال يا راعمين 4 شهور على جنب واحد داي وما تونيش الاندريم ما تونيش عاد الجاي يعاونوني بيه الفريقو هون الفريقو يحطوا فيه 900 كيلو فيه 900 متر مربع فريقو اكبر فريقو في افريقيا يجيبوا لي واحد من جهه حمام الحمامات خذاه اللي خذاه هو وانا اللي خدمته من بدايته لنهايته فريقو زاد عامين وست شهور يعني انت وتصاوري معلقه في الاداره نحاها قلعاها شنو الاداره شنو المؤسسه؟ الاداره كومبلكس المركب الفلاحي بماطر اكبر مركب في 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 شمال افريقيا انت بنيته دي انا المرشد مشرف تاعها تحت المهندس ذا لا وما صبوش عليك ولا تخدم على الحاضر نخدم هات تعطيني نجيب لك الريتك تاخذ في شهرين تحت حيط تحت هيك يعني بالله بالله فكر لاحظ نحكي لك عليه الوقت هكا ناخذ في 5500 طول بالله ب 40 دينار تعرفني كي تعدت علي الحاله هذا المرض يخلص كل شيء اليوم رد تاكل ربي يصور ربي ياخذ الحق يمرض واحد يعطيك على خاطر الحق ما يعرفوش والله يعني انت بعد الخدمه وبعد الصحه وبعد السيد الاصفر بعد يا ودي كي السيد الاصفر طاحت بيك ما لقيت حد حتى دارك اللي انت باش اللواج هذيك روالي بالبخس وخذت الفراق بالزل لا تو بالبخس ولا كي تعطيني مليار لا عاد انسان حر صاحب كرامه كبير انسان الله غالب الراجل اللي تعيش ذوق الحديث اللي ما يذوقش الحديث مش راجل عندي الراجل اللي يذوق الحديث شنو قاعد يقول ما نكذب العدو رب موجود ما يكون بين حي وموت عمر للموت مشيت لمكة انا عمري 23 سنة هناك عملت عمره في عمري 23 سنه هناك هاك كان الحق حق حق يمي على الدنيا كدور يا عم محمد يمي على الدنيا الصيد الاصفر يا ورحبته والله العب انا اهو هشام ودي شريف يشد بيه تو يعني تو كان تمشي الواد الشعير قال شاطر كم تاع القرد القرد هذوك ميك دخلت لدارك انت تقول من الجو شنو وكلوك شطاوك ولا فما شايف الدار؟ ما سكيتش يا هوني مصر جيعان انت ولا شبعان تو؟ ما شربت قهوه ما سلم كل هكا هو لا سكر لا كليت شيء ما انا جبت والله من باب الباب حسيت من باب ما كل شيء يا نجم الراجل شوي كل شيء هاني الدنيا هاني كل شيء هاني من قيله وانا نتعرف كلامي عليك الملح قلت له لي السكر قلت له لي كيما قالت بيبا عامل تو خارج من السبيطار كسكسي بالطبيخه كان وين مالح في الملوحه تعمل شوي اومليت مسوس هكا هكا تاع السبيطار ميت كل شيء هذه تو شوي عمل له اومليت عندك باش تعرف ما يسالش تصير فيها هكا ما نقدرش ملين تاع في جيبي كنت رباعي فلوس لا بيهدارك علاه ما عملتش دار عم محمد اخويتي قلت لك نجري على الكيب كبرت الخمسه ولاد بويا الله يرى اخوياتي خمسه من اولي تعرفت ست ولادي لي خمسه 10 اللهم صل على النبي وصلوا للباقي كل راهم كلهم ماخذين الباقة هكا ولا كل قريتهم 10 والله تحرم علي كي ناكلهم هم ياخذين 60 قلت لك الممرض ما اعطاش هرب زايد اللي ربي ربي هرب في مرض به كيف لطفاليك كليته ولا صح لطفاليك لطفاليك يا عم محمد كليته ومش الموت بعد قد يكون الموت لطفاليك والله جاب يا عم محمد عم محمد لا اله الا الله محمد رسول الله لطفاليك يا محمد يا عم محمد يا عم محمد اوزر كان ماكش باهي ما يعثكش ربي فينا عزل ربي بحثنا ليك باهي يا عم محمد انت باهي لطف عليك عمو شو ولا كنت نبتي اوني كل يوم يا ربي وانا كل يوم وانا وانا واش الناحة شوفوا ذواب الباش الناحة فيها يا ناس بالكلية ما بوش يتناح
نقرض فيهم بالكليه ما بوش ما يقلش باش ننظف روح اخذ يدوى فما طب نتاع ظوافر نتاع ما قالش برا يا منعيه هو قال الست الصف ليه بربي فما طب نتاع الفيديكوري واحد خلي لكم النمر واش ناخذ النمر راهو يزلنا ننقذوه الراجل صغير 67 سنه خمسه صغار ثلاثه يتقراو ثلاثه يقراو ولا زوز يقراو زوز برك يا كمل الكل الاخر وصلوا قلت لك ال 10 الكبار سمي لك حتى بنات بنات خاله بنايا اولاد اولاد بنات اولاد اخت كل رجاله وكاميونات ومتخادم تو العيله كبيره ما شاء الله والسيد هذا قرر يوصلكم كان كل لكم العيله في الشهر 20 ولا 50 دينار نقفوا بيه ما عندوش حتى باب دار باب دار هذا باش تبرك عليه تقتلني ولادي وانت بيت وانتردوا هاي هذا اسكت هذا اخوي كان هنا يسكن دب مسكين ها راح انا الهرب اخذ البيت وتجبد علينا شو الفوق يا عاد شو الفوق يشهد على يا ربي ماتوا نتحولوا بجيراني وين ايش نولي ما خلطتش نلم 100,000 يجي نهار الجمعه ما تلقيش عندي 100,000 ما تلقيش 20 مش نخليهم بلاش حابسين ناقصين بيه ام محمد او سؤال لي يطرح نفسه انت كنت بنيه على ما بنيتش حتى شويه السلعه واش قلت لك ما خلونيش تو غلام سياح مربز عليا غلام سياح دمت على رزق الناس تحوزها ولا دخلت تاكل تاع الناس حوزها ما هكاك حاجه الشر حاجه الكلب الشر فقر تاع ربي حاجه بين الذراع بالجبال وبالوقت ما خليش خواتي من خواتي بنوين صباي والله صباي من قدك هو قال من اللي يطلي يطلبوا باش يتعشوا في الليل المناي بايا ما مراه انسان ما هوش هنيك جاب ثمانية بنويت وقاعد دب الليبي قاعد ثمانية شهور في ليبيا لا دور ولا فرنك جاي لي جاي بلي مه عم محمد أوه. انا اليوم جيتك شوية حد شو نجم نعاونك بريتي لي نجم هرب يقدر عليه طو ياب كبير طو هو يقول لك دني لها واللي يقول لك عليها عملي يقول لك يجيب لي حفرة وخذوا باش تفنيه اللي بطلع لطف عليك لطف عليك عم محمد لطف عليك حبيتش فيك قلت لك عليه لطف عليك لطف عليك انت مه عم محمد احنا باش نهبطوا القضية كاملة اليوم ماناش باش نقسموا على زوز ديار باش نجيبوها لدارك انت برك عائلة كبيرة وعندكم الفرجيدير تنجموا تصبروها كثر خير زينب قالت لي وهي تبكي قالت لي نفطر ونتعشى باش نشيك يوصلها لي لباك وكل ما نوصلهاش لباك انا ناكل روحي قرار احلاها احنا احلاها وقراي موتوا من موتتنا عندي شكون نوصيه لازم نشتوش لباك وتاخذ حاجة بها حتى تسقاك هذه بعد الباك يعني حالته الصحية على الاخر ويخمم في قراية بنته يزيمة. شوفوا شوفوا عم محمد خليها مال لو ما قريتها من ثلاثة لها عاد تهني بلاش قريتها هني كل كان لطف عليك لطف عليك يا عم محمد لطف عليك إيه سمعتش قالك تبكي يا راي تبكي دموها هابطة وكهو شوش تقول له انت زايد ميساج بي يا عم محمد معكم شتي شادي في الرعة في البر في الصالة لازم نوصل القرية بالمطور هذا الغردش مشي هذا ثاني مطور ولا الزود بلاد خويا قبلي شو تقول له عم محمد يسمع فيك على القرايه وهاك شو تقول له عمو يزم؟ اقرا واعملي عزيمه ولا ما في شيء قرايه موجوده نيتها موجوده بلاصتها تحكي حتى حكايه يكذب عليك يقول لك ما ثمش بلاصه لا لا ثم البلايص باهي معاك مع محمد كيف احكي حتى كي نبدو ماني في الدين الحاجه يضحكنا كي نبدو تغشي يضحكنا عندي شيء قلت لك عندي كان رغبه انتم علاش متغشين تبدا الحياه صعيبه تفتح حاجات سلبيه في الدار يرد ايجابيه ها التلفزه تو هذيك مدبرها بالمندوب احلى البلاش ما عندي باش نشتي علاش مش هرمو بلازم ولا مضخم ترمو بيت كرسيات يتمدوا سخف وحدا ما لاش يتكشفوا علي نيم قال يا كبير مع بعضنا راه تو هيك ترقد بعدها هاي ربي عايشك اليوم عم محمد امين يا رب العالمين خلينا نهبط لك القضيه اللي جبناها من ماطر يبارك لهم يبارك لهم سامحوني مانيش قاسمه قضيه باش نهبط الترهيبيه فقط الله ما نجمش نرجع لهم مره اخرى عم محمد الصيد الاصفر داي داي ما لقاش 20 فرنك الدنيا كي تدور واخذ لك الداري داري زي كحصان الكورس ما عادش تتخلط عندي كلتني النفس كلاني لعني كلاني العيات كلتني الغير كلاني هاو جايب موتور هاو جايب ليدي مخوذي موتوري لهنا يكون لاي حق مالا الدنيا كدور الله لا يخليها بينا الله لا يخليها بيك الله لا يخليها نهبتو خير جمال نعمة محمد
ها؟ ماهيش هذيا تتحرك تخرج بها وسط ماطر. بالموتور. لا لا مش بالموتور مش جديد انف. كثر خير قالها غالي. باهي ولا ايه؟ باهي اكثر ما تتصور. تساعدك ولا ايه؟ ان شاء الله. هذيا ما عندي مواطن من المرناقية. كثر خير يا رب بارك لك وليدات. جابها الحلبة. ندورو بها انا قديه في الكهرباء. حطيت لك هيك اليوم. قسم ربي سبحانه. قسم ربي. حتى تقعد في الشارع مرتاح فيها. فيها هي. مرتاح تقعد قاعد حتى تحب تتحرك هكا تتحرك هكا. اي شعر يا رب. فهمتي يا عم محمد؟ الله ينور. ينور اللي جابها مش انا عم محمد. ينورك بالكل هي لا وكل تمشي فيك. هذا المواطن من المرناقية يا عم محمد. كثر خير وبارك الله فيك. نبداو بهذيا الساعة. يرحم والدينا اللي جابوا لحنا بعض فما شكون جابوا من بكري. هو اليوم سهر انا ندورو بهم ندورو بهم في الكهرباء اليوم سهر. ربي يبارك شوف حالك ربي يا محمد والله يا محمد كلمتي ما تطيحش قلت لك راهو زايد العديد والله يظهر لي البارح ولا قلت البارح مراه جابت لحنا بعض كومبليك كومبليك ما شاء الله اوه ها كومبليك ما شاء الله طعميتين دينار يا عجبك انت ولا ايه يا ربي كان عندي عرس لبنيك اللي كتب شهرين في اوت اي كان تم اي نحضر لبني تحضر له بالكومبلي ما بهاك ما هو والله المطر هذيك يصور نقول لكم بالتليفون اعطوني خليني نوم سو هو تاع نتاع اللي بعثته يرحم والديها جابته مغسول بالدافا كامل هو قدك ولا ايه 48 48 يجي خلينا نشوف يجي هكا حتى بالجاكيت عايش كي زيادي بارك لك اه بالجاكيت نتاعو قال لي محلاه الجاكيت هذا اي هذيك هيا السوري كيفاش 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 حطتها مع السوري مش بالفيس فيس لا خلها لا شيء مخ صحيت كي تحليه كي تحليه قبل شنو تعمل؟ بس السنت لا بس السنت كيفاش تعمل قبل عم محمد؟ تلبس السورية وجاكيت وجاكيت وهي غرطه انا انت غرطه لا ما تنغارش يا نجوى هاي مليون هذا ها هذا خاطيك عاد يا نجوى زينب هذا هذا زينوبة حتى مكسان هكا مزيان لك الكوستيم بيج كيفها حط خالتي وبارك له اللي عطاها ها تخل هايل ولا خفيف ريشه باهي ولا خفيف في سياقك ولا باهي يبارك له اللي عطاها في مرض يعطي الصحه عطانا شكاره صبابط ومشى على روحه عم محمد قضيتك هدية مع عند رون تيبل يبارك له فيها كل شيء فيها كل شيء عم محمد قرر لي تحب المقرونة ها الحاقب الطبيب بطل علي بطل عليك الحاقب المقرونة مسكوس هي تشبع من المسكوس بس زادت مش عشان لا بس هي تدار فيك مخمخ عم محمد كي كل إيش تمن من اللي تكيف لونه وشرب له عندي شيء كني من اللي تخلقه من اللي تخلقه ذاك كري حد يحدد المطلوب ولا بالعين باخذ قلت لك ثلاثة انتاج مسابعات للمناظر انا مجاهد رب يقولوا لي المجاهد ثلاثة عيل كبرت هنا اقسم بالله وعزاي الشيء تو بالي كبرت هنا ها انا عيلت لك الربيع الشيء عيلتي ما شيء محمد هذاك الصندوق كله لحم والدجاج صندوق هاي حطه كلها في الفريق يا كثر خير يا نجوى حط في الفريجو هاي زينب حطي في الفريجو خلينا زينب انزل الفريجو ما نصورش بنتي عندك ثلاثة عظم عندك الخضرة عندك الخلة عندك الزلة عندك البطيخ الدنيا وخير الدنيا كل يا نجوى عايشة مش تصرف اليوم عندك اللحم عندك العلوش عندك البقري عندك الدجاج عندك الدنيا كل عندك والدار وش باش تعمل اللي فيه خير القفه ما نعملش ديال القفه قفه قفه نعرف نعرف مكتوبه قفه صحيح مكتوبه قفه ديار
تو ربي يعاود تو ربي كيما يفرج بربي اللي يتفرج راهو راجل مناظم صيد الاصفر دنيا دارت الله غالب ما يعرفوهاش عن شكون نجم اليوم واقفين غدوا نمرضوا ما نعرفوهاش عن شكون هذه ما عند ربي وراهو ربي كي يبلينا راهو يبلينا ربي دار في الاخر اللي يبني دار في الدنيا اللي عندي يا شيخ اللي يبني ينجم يعاون دار هذه على غير بيت اقل واحد بيت وحده ب 7 ملايين ربح حنايا 7 ملايين والله قلت 7 ملايين هو بارك هو اللي يخدم راه كل شيء سلعه وبنيه زوم الفلوس جاو من ماطر كثر خير اهل ماطر اللي تلموا في السوق الكل تقريبا يجيو 300 اوكي من عم محمد هذوما من عم ام نبيل من حي الاولمبي ام نبيل من حي الاولمبي هي ام نبيل هذه 100 دينار هي ام نبيل من حي الاولمبي 100 دينار هذه من ام نبيل حي الاولمبي 300 دينار والله قد ايه وفرح مازال دير جابت اخرين يتعطاو تبيعه 300 دينار ما عندهم نبيل الله ينوف عليك باه هذه الحاجه سلوى من منزه هي قالت لي ايتام او ظروف قاسيه هذه ظروف قاسيه 1000 دينار مليون الله ينوف عليك ان شاء الله خطوتها سابقه بالخير ولا نيت اعمل الدم قال ضرب الخير وكل شيء حتى حد ما يحاسب عليه شيء هذا 1000 دينار كثر خيرك وخير ابني تعب تقريبا عندك 1400 و500 و600 هكا عندكم ريقلوا جوكم من بعد عندكم بيت راحة والله لا كثير لكن اللي زوز منين وحده هيك لا اخذيته قصري شوي سلعة هيك كارم قاعدية ويا جورات ايش تعمل عم محمد؟ ما لقيتش البنيت ويلزمني واحد معي يوقف معي بشي ويخدمني ما نجمتش شيء سيد لصفر يبرك في وزنك ندفع لك ولا سيد ولا الغزال يجيبوا له ليده باش ياكل ندفع لك شو قال لك؟ قال لك السيد لصفر يبرك يجيبوا له الغزال ليده باش ياكل عاش يقضي عام حتى يصادوا لهم ما ينعمل اسمك هكا ندفع لك مع محمد ندفع لك طيرنا عليك شويه سو اليوم ولا الله وربي شالي نور عليكم كيما نهار القايله اليوم هكا ضو قدامكم وراكم يوم للنهار تنوض للنهار ربي يعمل حاجه للنهار ربي يعمر بابا ان شاء الله ربي يفرج عليك الدنيا واخا باهي عم محمد الكروسه عندك كثر خير الكومبلي نتاع العرس البنيه عندك الله ينور الكوش الله يحوجك ليه وان شاء الله ترجع لتساقيك ان شاء الله امين يا رب الفليسات باش تدور شويه دولاب وعندك ما همش برشا ما ميساتش القضية هذيا نتاع شهر قضي امين بالدجاجة بالحمى بالنيت الكل يا عم محمد قضية الحانوت حويجات زينوبة ما عندهاش شليكة عندها ثلاثة تو كثر خيرك يا بنتي ربي شالي فرق عليك انت داخل السبيطار صورت شو القفة تدخل عليك والله قلت لك والله راه والله راه قال كنت مريض من حي وموت شو بقول لك والله قلت لك الكذب عنديش اسمع نموت ما نكذبش لطفا لك وبرك يساعد اخرك نعطيك الدمير ربي يبارك لك خير من 10 ريال ناي يبارك لك في صحتك وش خليك على خير وقوم طيب له الفطور يا نجم ما مش خاطر لا شو طيب له تو شو طيب له شو تحب عم محمد داي ايش قول ايش تحب ولا تو كي مبدئين باش تعمل لي كعبتين على الصعيد ليه تاخذ طرف الحم تشويهولك ناقص ملح ها هي وعصر قارص قولي لي هيك باهي زينوبة طرف الحم وعصر قارص وعمل له سلطة فقوس طماطم بصل ايش قولك برافو مش هكا خير ولا كهو هكا هو اليزي هاي باقيكم على خير خلي عم محمد توا قاب عشيه لطول افطارها خلوا من ممرك بنت نسلم عليكم باهي هاتي خليكم بالخير ما حشتي هاتي ستيلو ورقه باهي حاضر نحب نشكر ياسر كريمة ريحي كريمة الضويني نحب نشكر برشا زياد اوكي هلا الضويني سلم عليك زاد بنت حليل اوكي هلا الضويني سلم عليك اوكي هلا الضويني كثر خير يبارك لك بنت حليل الله يبارك لك برشا برشا عدوله وان شاء الله مربوحه صغيره يا عدوله والله بصلي هيدي عدوله هيدي عدوله هذا عدو شكرا برشا الحموس صاحبك انت حموس حاجه واحد ما كل حاجه ديت الفيلم هو يختصروا منه لقطه عز لقطه يحطوها سيناريو بها كذا عجبني هذاك يتبعث المسكين ومزال بماس طالع للجبل اليوم حمزه ما كرش وقال لك غتاني قال واصل يخدم ما يضرب يمشي للجبل من عروس اخزر يعرف اللي من عروس اخزر من ناس الطياره نخدم ضد من عروس عمري تحيه يا جماعه من عروس الكل يا عزيزه ان شاء الله تفرح بيه نبقى لك باقيكم على خير فرجوا نهار السبت الجاي انا سكنت فيه قريب قد ايه عم محمد شنو تحكي 8 سنين وتقطع لي من حال خلوه عم محمد
تنقدوا نقدروا، خلينا نعملوا ختام توا. نحب نشكر الساعه اول حاجه الحاجه خديجه من سليمان، بوسه كبيره يا حاجه خديجه، وربي فضلك ونعرف اللي انت مشاهده وفيه، وصل لنا السلام ونحييك برشا برشا برشا، تحيه كبيره لكل من يتفرجوا فينا ويتفاعلوا معنا، وميساج يطمح لها المحبه الصادقه اللي دماغي حتى شيء. نعاود كريمة الذوادي، كريمة رياحي في المونتاج، أمير ودبة في الديجيتال. نهار السبت حلقة جديدة مع عائلة الذوادي، وأنا ما بقى لي كنقول لكم صباح الخير نسكت.